مشاهدينا الكرام متابعي قناة تشوف كديما حلقة في هذه المباشرة من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة الرحمة بدوار الرادي. هاد الناس اللي كتشوفوا قدامي ريبوا لهم السلطات المحلات اللي كانوا ساكنين فيهم. للاسف الشديد فجيت انا دابا هنا، يعني واحد المنظر اللي هو صراحه كيقطع في القلب. ولاد صغار في الخلا، البرد، الحجر، يعني لا اله الا محمد رسول الله. اليوم هاد الساكنه هما ما يعني ما رفضوش داكشي داروا السلطات، ولكن على الاقل على الاقل كانوا يعطوهم محلات او يعطوهم فين يسكنوا، لان كاينين وليدات صغار، كاينين امهات، كاينين عيالات، الله يحسن العوان. اليوم غناخذوا كلمه ديال الساكنه اليوم اللي هنا اللي مضره، اللي منها هاد السيده وهاد السيده وهاد السيده، وكاينين بزاف ديال الناس اللي كيشوفوا فينا ولكن ما غيظهروش. غنشوفوا غير الناس اللي كاين هنا غيعاودوا لنا اشنو وقع بالضبط. السلام عليكم. ولي اختي ملي كنتو ساكن في هاد الدوار اشنو وقع؟ شي حنا ساكنين هنا قدام هنايا، والدي وليداتنا هنا تيقراو هنايا، ساكنين على مده طويله، تعمر شي واحد ما جا دق علينا. شحال ورا دابا من 2007 2008 كاين 2009، المهم كله واش من تاريخ ساكن هنا. وملي جينا تفاجئنا الصباح بكري، الناس باقيين ناعسين، وليداتنا تيخرجونا وتيريبوا لنا على حوايجنا، ما خلونا جينا تنخرجوا حوايجنا. حنا ما عندنا ماشي ضدهم انهم يديروا خدمتهم، حنا غير عطونا البديل، ما عندهمش البديل خلونا في محلاتنا. وحنا مضرين واحد الدرجه ما نعاودش باركين في الزنقه، وليداتنا ما قراوش حوايج ريبوا لنا عليهم، ريبوا على سميتو الشهير ديالهم، على الحتوبه، باقيين تنفيد اللي تنديروا الضو تنقبوا على داكشي باش نجبدوا. كنعيشوا واحد التشرد زعما بحال حنا غير ناس يعني غير مقبولين في هذا المغرب، ما تحد ما باغينا، يعني اي حاجه بغينا تيقول لك انتم في العشوائي، ما خاصكمش، ما عندكمش الحق. شحال عندك الوليدات؟ عندي ثلاثه الوليدات. دابا ثلاثه الوليدات، كاين راجل اخر عنده، هذا السيد عنده وليدات، مريضه لي مرته، مريضه لي بنته، ريبوا لي على حوايجاتو حتى هو مسكين ما عندوش الصحه. دابا واش كتبغيو تقلبوا على الحوايج ديالكم؟ خاصكم تقلبوا. نقبنا عليهم اختي، راه كتشوف الوضعيه كي دايره، كل واحد كيحفر بحال تينقب على شي حاجه تيجبدها من تحت له، يلقى شي حوايجه تيفرح بها. اختي هو يعني راه حشومه، واخا نكونوا حنا ماشي مغاربه كاع، شكون ما كنا ماشي مغاربه، شكون كنا ماشي مغاربه ما غنتعرضوش لهذا الشيء. حنا ما كنا نتعرضوا، عارفين راسنا نتعرضوا لهذا الشيء، غنجيو حنا نشريو. حنا راه جينا شرينا سكينه بنيه ناضيه، ما كاين لا مشاكل، ما عمر شي حد جا عندنا قال لنا ماكم شريتوا ولا مالكم ساكنين ولا دقوا علينا. تي كيجوك مفاجاه كيقول لك هذه الارض راه حنا مسطرين عليها، راه حنا عندنا خريطه، راه مديرين عليكم بالحمر، ماشي عندكم، راه مع 100 ومع 150 براكه، غيبقاو غير الناس اللي مرقمين. حنا ما عارفينش هادشي، بان هاد الناس يعني ممنوع. دور لا طليتي عليه انت من الفوق وشتيها اختي، راه مدينه، راه مدينه، والناس بوليداتهم الله يحسن العون هما في حالهمش. كون كانوا غير ناس زعما اللي عندهم فلوس، راه الناس ياخذوا الوريقات ديالهم ويمشيو يبحثوا عليهم. اللي لقاو عنده شي محل ولا اللي عنده شي ورث ولا اللي عنده شي حاجه، الناس هذا هو المحل اللي عندهم، هذا اللي عندهم، الا مشاو غير البنك يبحثوا عليهم، لقاو عندهم غير رصيد بنك يجريو عليهم ما يخليهمش من حقهم. ولكن انت ديما وحده من الساكنه وحده من المتضررين، اللي عندك وليدات دابا ريبوا كل شيء، باش كطالبي؟ كنطالب اختي، انا كنت ساكنه بخير في امي حلينا، وليداتي عطوني بديل، انا ماشي غنقول لهم انا شريت باش تعطوني فين تكون، انا شريت غير باش نستقر انا وليداتي. ما عندي، قال لي سيري شري بارطمون، شري بالسكن الاقتصادي، هكا تيقولوا لي الناس اللي جاوا تيقول لي سيري السكن الاقتصادي. اختي ماشي في القدره ديالي انني نمشي للسكن الاقتصادي ولا هذا، ما عنديش انا باش نمشي بارطمون ونخلص نخلص تريطه، ما عنديش باش نخلص تريتو، راجلي انا داير غير كروسه، انا تانا كنمشي لملي تيبرك هو كنخدم انا، الناس راه كيشوفوا، كيخدم هو، كنبرك انا كيخدم هو. هذا الراجل راه الوليدات والدريه مريضه والمرا مريضه بالقلب، هو براسه وعنده حساسيه ديال البرد، وكيمشي مسكين كيبيع عشر في كروسه، جيو حقهم عندنا شوفوهم، شوفوهم الا لقيتو عندهم شي حاجه زايده، ولا الناس لاباس عليهم وكيجيو يشريو بالعاني هنا باش يستافدوا من حقهم، يدكم طويله علينا. هذا حنا اللي كنتمناو ان الحق ديالكم، حتى حنا ما حتى حنا طالبين غير السكن. تفضل اختي، ما تروحش مع الناس محتاجين، توقفوا على الناس المشكله اللي خرجوا، خرجوا 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 العين هجوم، انا ما عرفتش كاين اللي خرجوا غير ثلاثه، كاين اللي ما خرجوش، كاين اللي خرج. الله يرحم لكم الوالي، حنا محتاجين في الفين غير بالسلف، يعني غير بالسلف، يعني شي غير بالسلف، حنا كارهين، ما فهمتش حتى حاجه، ما درنا فيها مزيان، وحنا قلنا زعما هنا فين نجلو فين نستقر. لا لا لا
لا هذا الشيء هناك غير سالي اللايف ديالي وانا معك واخا لا كيفاش ما يوقف لا غير سالي اللايف ديالي وانا معك اخويا مرحبا على الراس صافي كملتي حنا اختي هنا قلنا زعما استقر ربع وليداتنا حتى مكملين غير في السلف محتاجين على الصباح البارح كنا نقرا في الزنقه غير درنا غير ميكا وقصديرات باش فين يعني نتوما تلبسو تكلفتو باش تشريتو الدوينه في الاخر في الاخر رابط لينا ما عرفناش من الحل شنو ما عرفناش شنو نديرو باش كطابي اليوم كساكنه هاد المتضررين ما نضيعوش في الاخر يعطوك ما نضيعوش في محلنا السلام عليكم السلام ورحمه الله انت واحد من هاد الدوار هذه ديال دوار راد يا اختي انا مضرور اكثر من القياس كفصوا عليا خريبوا لي على حوايجي انا مريض ما عندي الصحه ما بديتش نخدم بعد غير كروس انا نبيع الفلاح بحال حسامي وعندي الحساسيه ومراتي عندها القلب وما عنديش بديل ما عنديش فين نمشي تسلفت وتكلفت قهرني الكراه هربت من الكراه قلت الحمد لله استقرت انا وليداتي وهاد الناس ما عرفت جاو تعزاو علينا ما عرفت ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. واحد الحاجه هاد الكاس بقات هي راه خدمت من ضمن الخدمه ديالي غير هو دابا نتوما ناس متضررين وقع اللي وقع ريبوا ليكم ولكن دابا نتوما خاصكم تطالبوا بالحق ديالكم الحق ديالكم الحق ديالكم في السكن صنعت ولا غنبادل عندي ولا غنبقى نستقروا فين نسكنوا حنا ما بغينا لا دار ما بغينا حتى غنبيتون غا مثلا يعني ولا غادي نستقروا حنا ما قهرنا الكلام مع الناس شي خلصه ولا شي شهريه ولا شي حاجه حنا ما الا خدمتي تافيه ما خدمتيش بقيتي تما واحد النهار تصور شويه واحد النهار كاع ما كاين والو كنتمنوا ان الطلب ديال هاد الناس انه يرجع مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في وصلنا الى نهايه البث المباشر ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر الى اللقاء